في إطار محاربة الجرائم المنظمة العابرة للحدود، لا سيما تهريب الأموال بما فيها العملة الصعبة إلى الخارج، على إثر معلومات تحصلت عليها مصالحنا التابعة للفرقة الثانية لشرطة الحدود مطار هواري بومدين، قامت عناصرنا للشرطة وبالاشتراك مع مصالح الجمارك الجزائرية التابعة لمطار هواري بومدين بإيقاف مسافر كان متوجها لمطار إسطنبول وبحوزته مبلغ مالي من العملة الصعبة يقدر ب1,045,000 أورو. هذا المبلغ كان المعني بصدد تهريبه للخارج والتحديد إلى إسطنبول مخبأ بإحكام بطريقة مموهة داخل متاعه المدفوع. هذه العملية تمت بنجاح بفضل التنسيق الدائم والمتواصل بين المصالح المعنية تنفيذا للتعليمات الخاصة لقيادة العليا للأمن الوطني بشكل خاص وتعليمات السلطات العليا للبلاد بشكل عام. على هذا الأساس تم تحرير محضر حجز ضد المخالف المرتكب لجنحة تتمثل في تصريح كاذب وعدم مراعاة التزامات التصريح وكذا مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج الخاصة بذلك، إضافة إلى ما سبق ذكره نحن دائما وبالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية ساهرين على تطبيق تعليمات وتوصيات السلطات العليا للبلاد بكل حذر ويقظة مستمرتين، وذلك للتصدي لكل شتى أنواع التهريب عبر الحدود.